قال إبراهيم بن محمد البيهقي: ذكروا أن رجلين، أحدهما من بني هاشم والآخر من بني أمية. قال الأموي: قومي أكرم وأسمح. وقال الهاشمي: قومي أسمح وأكرم. قال: فسل أنت 10 من قومك، وأنا أسأل 10 من قومي. فانطلق الأموي فسأل 10، فأعطاه كل واحد منهم 10,000 درهم. وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي عليه السلام، فأمر له 150,000 درهم. ثم أتى الحسين عليه السلام، فقال له الحسين: هل بدأت بأحد قبلي؟ قال: بدأت بالحسن. قال: ما كنت أستطيع أن أزيد على سيدي شيئا. فأعطاه 150,000 من الدراهم. فجاء صاحب بني أمية فحمل 100,000 درهم من 10 أنفس، وجاء الهاشمي فحمل 300,000 درهم من نفسين. فغضب صاحب بني أمية فردها على قومه فقبلوها، وجاء صاحب بني هاشم فردها على الحسن والحسين عليهما السلام، فأبيا أن يقبلاها، وقال: ما كنا نبالي أخذتها أم ألقيتها في الطريق، وإنا لا نرجع في شيء وهبناه.